السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في دراديش ومن أسوان. إحنا دلوقتي قدام سيد الأدباء العرب عباس محمود العقاد، ده التمثال بتاعه قدام المقبرة بتاعته، وهنطلع واحدة واحدة علشان نشوف المقبرة والتكريم اللي معمول للأديب العظيم عباس محمود العقاد في هذه المنطقة. عبقري الأدب والثقافة عباس محمود العقاد، فأسوانه بالتحديد في 28 يونيو سنة 1889 ولد عباس محمود العقاد، اللي توقف حظه في التعليم عند المرحلة الابتدائية. وتقال في الكلام ده لأنه ما كانش فيه مدارس مكملة أو مدارس تكميلية، الإعدادية والثانوية ما كانتش موجودة في أسوان في الفترة دي، لكنه اكتسب تعلم بعض اللغات الأجنبية، وده لاختلاطه بالسياح الزائرين لمحافظة أسوان. العقاد اتنقل ما بين وظائف مختلفة حكومية، منها السكة الحديد ومصنع حديد ومصلحة التلغراف وديوان الأوقاف، لحد ما قام بإصدار صحيفة الدستور، وذلك بمشاركة صديقه محمد فريد وجدي، وكمان أصدر صحيفة أخرى اسمها الضياء. ومن خلال عمله في الصحافة انخرط في العمل الوطني، فالتقى بالسياسيين والزعماء مثل سعد باشا زغلول، واختلف مع مصطفى النحاس، وقدم استقالته من حزب الوفد. وهو كان نائب في البرلمان، هاجم العقاد الملك فؤاد بشأن تعديل الدستور، لذلك تم سجنه لمدة 9 أشهر بتهمة العجب في الذات الملكية. والعقاد كان عنده مشاكل مع الأدباء والشعراء، على رأسهم أحمد شوقي أمير الشعراء. العقاد هاجم النازية في الحرب العالمية الثانية والفاشية كذلك، ولذا تم إدراج اسمه من المطلوبين من هتلر شخصيا. وحين اقترب رومل من العالمين، اضطر العقاد للهروب للسودان سنة 1943، لكنه عاد بعد انتهاء الحرب العالمية. حصل العقاد على جوائز كتيرة، منها جائزة الدولة التقديرية اللي هو رفض استلامها. ولما قررت جامعة القاهرة انها تمنحه شهادة الدكتوراه الفخرية، رفض تماما وقال: من الذي يستطيع ان يمتحن العقاد؟ لكن كانت تكريمات العقاد كثيرة، منها كلية اللغة العربية بالأزهر أطلقت اسم العقاد على إحدى قاعات محاضراتها، وكذلك تم إطلاق اسمه على إحدى شوارع مدينة نصر بالقاهرة، وكمان تم إطلاق اسمه على أحد أحياء محافظة أسوان تسمى بحي العقاد، ومدرسة ثانوي تم إطلاق اسم العقاد عليها، هذا فضلا عن الكثير من التكريمات اللي تمت للأديب الراحل عباس العقاد. زي ما احنا شايفين دلوقتي مقبرة عباس محمود العقاد، رحم الله العقاد. وبكده تنتهي دردشنا النهاردة، وإن شاء الله نتقابل في دردش تانية. بس ما تنسوش سبسكرايب لايك وشير، وربنا يقدم اللي فيه الخير. كان معكم ضياء حكمة، والسلام عليكم.